مشاهدينا الكرام في كل أنحاء العالم، في تبسة، في الجزائر، في الشفة، في بليدة، في بجاية، في جيجل، في قسنطينة، في ورقلة، في تيزي وزو، في وهران، وفي كل مدن الجزائر، أحييكم أجمل تحية وأرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج حلقة نقاش. اليوم مشاهدينا الكرام، سابقا نحن قدمنا برامج عن السياحة في الجزائر، وحاولنا، أنا كجزائري أمي جزائرية، حكيت حينما ذهبت مع أصدقائي بريطانيين من لندن، سافرنا إلى الجزائر، ذهبنا إلى عنابة، إلى سقيقدة، إلى قالمة، إلى تبسة أيضا، ورجعوا إلى بريطانيا وقالوا أن الجزائر كانت من أروع يعني البلدان التي زاروها في حياتهم. المشكلة مشاهدين الكرام أنما حينما عرضت عليهم أن يسافروا معي إلى الجزائر، استغربوا من خيار المكان، من اختيار المكان. يعني قالوا لماذا الجزائر وعندك تونس وعندك المغرب وعندك مصر وعندك الدول الأخرى المعروفة التي تعلن عنها هنا في الباصات وفي القطارات وفي المترو، يعني في كل الأماكن. قال لماذا الجزائر ولم نسمع عنها شيئا حول السياحة، ونسمع إلا عن الحرب الأهلية في التسعينات وعدم استتاب الأمن، وساعات يتكلمون عن الإرهاب. ولكن مشاهدي الكرام، حينما رجعوا إلى لندن اكتشفت بأن بشوية بحث عن المناظر الهائلة الجميلة فعلا في الجزائر، ربما نستطيع أن نقنع ناس كثر أن يزوروا الجزائر. اليوم مشاهدين الكرام، تم حوار ما بين ضيفي في الاستوديو الأستاذ آدم العيناني، ما بحوار بينه وبين وزير السياحة الجزائري السيد عمار غول حول القطاع السياحي، رؤية الحكومة الجزائرية حول القطاع السياحة، ماذا تريد الحكومة الجزائرية في هذا القطاع. سابقا تحدثنا عن هل هذه الفترة أو هذا اهتمام بالسياحة في الجزائر اهتمام مؤقت فقط بسبب الأزمة، أزمة النفط التي تشهده العالم اليوم، التي يشهده العالم اليوم. ماذا عن وضع قطاع السياحة اليوم؟ مشاهدينا الكرام، اليوم سنحاول ونعلق على كلام السيد معالي الوزير عمار غول حول رؤيته تجاه القطاع السياحة مع ضيفي أستاذ آدم العيناني. أنا قسمت الحوار إلى فقرات من أجل أن تسهل علينا النقاش. هناك عدة نقاط طرحت في هذا الحوار، ومشاهدي الكرام نبدأ لأن هناك تعليقات كثيرة حول القطاع السياحي في الجزائر. فإذا ما هو، حينما يتحدثون الناس كثيرون، ما هو تقييم الحكومة الجزائرية نفسها تجاه القطاع السياحي؟ أبثكم مشاهدين الكرام الجزء الأول من الحوار ما بين السيد آدم العيناني والسيد عمار غول، تفضل. مرحبا بكم كضيوف الجزائر في بلدكم الثاني الجزائر. أولا فيما يخص قطاع السياحة والصناعة التقليدية في الجزائر، عرف عدة مراحل. المرحلة الأولى أينما كان مع الكثير من القطاعات يعيش على هامش اهتمامات الدولة في إطار اقتصاد الوطن، إذ كما تعلمون في الجزائر منذ الاستقلال تم الاعتماد الشبه الكلي على مداخل المحروقات وعلى الاقتصاد المبني على المحروقات. إلا خلال هذه الفترة الأخيرة الوجيزة تم نقل قطاع السياحة من هامش الاقتصاد الوطني إلى قلب الاقتصاد الوطني، بل أبعد من ذلك، تم اختيار قطاع السياحة والصناعة التقليدية من بين القطاعات الخمس التي تعتبر اليوم الركائز الخمس لبناء اقتصاد وطني متنوع مستدام خارج المحروقات. وبالتالي فقطاع السياحة لما نقيموه لازم نقيموه بهذه الواقعية، ما له وما عليه. لا يمكن أن نتحدث عن قطاع السياحة في الجزائر كما نتحدث عن قطاع السياحة في دول الجوار
أو في دول أخرى، لأن لم يحظى ولم تعطى له بالسابق نفس المراتب، نفس العناية، نفس الأولويات. نقدر نقول إحنا اليوم في قطاع السياحة نبدأ، يلا بسم الله، نبدأ في بناء قطاع السياحة كقطاع اقتصادي، بل كقطاع صناعي يصنع ما ينفع الجزائر من منتوج سياحي أو من مداخيل، إن على مستوى الإقليم أو الفضاء الداخلي أو على مستوى مداخيل بالعملة الصعبة خارج المحروقات. من هامش الاقتصاد الوطني إلى قلب الاقتصاد الوطني. أستاذ آدم أنا أرحب بك، أهلا وسهلا بك. أهلاً وسهلاً. في هذه الحلقة، وأنت الذي أجريت الحوار مع السيد عمار غول. أولا، ما كان انطباعك أثناء هذا الحوار؟ لأن عادة ساعات يتم تعيين وزراء، مجرد تعيين أو تحس أن رأيت الوزير غير مهتم جدا أو غير مؤهل جدا لمنصبه، أنت كيف حسيت السيد عمار غول وما تعليقك على ما سمعته منه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر وزارة السياحة وعلى رأسهم وزير السياحة السيد عمار غول على مقابلتنا في هذا الحوار الممتاز الذي التمست منه صدق كبير فيما يتكلم عن تطوير السياحة وعن تقييمي للسياحة والأسئلة التي طرحتها عليه. وأشكر رئيس الديوان وأشكر قسم الإعلام على يعني المعاونة، الإعانة الكبيرة التي أعطوناها. أولا فيما يخص تقييم الوزير للمراحل السابقة، هو صادق جدا، لكن أنا أريد أن أقسم المراحل إلى مرحلة أولى التي كانت فيها السياحة ممتازة في الجزائر، وهي من 62 إلى بداية الثمانينات. ثم كانت المرحلة الثانية هي مرحلة الضعف، مرحلة انهيار الاقتصاد الجزائري، وبعد ذلك مرحلة العشرية السوداء، يعني لم يكن هناك أي سياحة، و تأتي مرحلة اللامبالاة عن السياحة، قطعا كانت لامبالاة، والآن المرحلة الراهنة التي التمست الصدق من وزارة السياحة في تطوير السياحة، وهذا في المخطط الجديد الذي رأيته وفي الحوار الذي استمعت إلى معالي الوزير. فيما يخص التقييم الذي تكلم عليه الوزير، هو تقييم عادي جدا ومعروف عند الجزائريين. الآن الجزائر تعرف أن البديل في التنويع، القطاع السياحي هو قطاع مهم جدا كقطاع لتنمية البلاد، وكقطاع لتعريف بالبلاد، وكقطاع للمدخول الوطني. فأظن أن ما تكلم عنه معالي الوزير في قضية التقييم يعني مقبول جدا. هو صرح وقال يعني الكلام لا يخالفه الكثير صراحة، أن الاقتصاد الجزائري كان يعول ربما كليا على مداخل المحروقات. لا. هذا يشير بأن هذا اهتمام بالسياحة، الخوف أن هذا يشير بأن اهتمام بالسياحة جاء بسبب الأزمة العالمية التي نراها الآن، أزمة البترول، ولذلك هناك مخاوف أن إذا تمت هذه الأزمة، إذا يعني انتهت هذه الأزمة، ربما الاهتمام ستقلل كما رأيناها سابقا. هل هذا ما حسيته أنت حينما جلست معه؟ هو معروف الوزير عمار غول معروف عنده ديناميكية في العمل، يعني في أي وزارة تقلدها كانت له يعني حتى هو لا هو في كل مكان، هو في الوزارة، هو مع الحكومة، هو في مسيلة، هو في قسنطينة، هو في ميلة، هو في كذا وكذا. حتى كان صعب يعني كان صعب جدا يعني وضع وقت لمقابلة الوزير، أو هو يقابلنا على حد القول. في قضية الاقتصاد الوطني الجزائري، نحن نعرف أن الجزائر 98% من المدخول الوطني هو البترول طبعا، ولكن نعرف أيضا أن الجزائر سنة 2016 هي يعني ليس لها أي طريق آخر إلا القطاعات الخمس، وأولهم قطاع السياحة الذي هو مصدر رباني كبير للجزائر. أقول مصدر رباني كبير بصحرائها وبحرها وجبالها وغاباتها وكل شيء. فأظن أن الملايير من الدولارات إذا أرادت الجزائر في مخطط قصير المدى
ومتوسط المدى وبعيد المدى ملايير الدولارات ستدخل الجزائر لتغطي أزمة البترول. طيب، أشار بعض الضيوف أن لا توجد هناك استراتيجية لدى السلطات المعنية حول تطوير القطاع السياحة. قبل ما أسألك هل هذا ما استنتجته أنت من اللقاء، خلينا نستمع إلى الفقرة الثانية من الحوار الذي جرى ما بين السيد آدم العيناني والسيد الوزير عمار غول حول استراتيجية الحكومة الجزائرية لتطوير القطاع السياحة. معالي الوزير، نتكلم على الاستراتيجية، ما هي استراتيجيتكم في هذا القطاع؟ نعم، وبالتالي فنقول في نفس الوقت رب ضارة نافعة لما نتكلم على قطاع السياحة والصناعة التقليدية في الجزائر، لأن الصعوبات الاقتصادية والمالية التي يعرفها العالم اليوم بريمته في العالم جل اليوم يعرف نسب نمو إما سلبية أو ضعيفة مقارنة بالمستهدفات، والجزائر جزء من هذا العالم الاقتصادي رغم أن نسبة النمو اليوم في الجزائر يعني تؤول حول 4%، وهذا رقم يعني معتبر وجيد مقارنة بيعني جوارها ومقارنة بيعني نمو الاقتصاد العالمي. فقط العمل الاستباقي في إطار الاستشراف للجزائر من خلال الإقلاع بضرورة وحتمية بناء اقتصاد متنوع خارج المحروقات والرجوع إلى قطاع السياحة من بين القطاعات المعول عليها، هذا يجعل لنا ويجعل من قطاع السياحة فعلا موردا هاما نعول عليه. وفي هذا الإطار شيء إيجابي قلت، فرغم التأخر الكبير الذي عرفه هذا القطاع نظرا للواقعية التي ذكرتها سابقا، ورغم كذلك المستوى الذي لم يصل إليه قطاع السياحة في الجزائر مقارنة بدول الجوار أو دول أخرى، إلا أنه يستفيد اليوم بشكل كبير وشكل قوي من تجارب الجيران وتجارب السياحة في العالم. فهو يأخذ اليوم وهو يبنى في إطار استراتيجية واضحة هامة مستدامة، يبنى من خلال أخذ باعتبار كل السلبيات التي وقعت فيها عند الدول في المجال السياحي، ويأخذ باعتبار في نفس الوقت كل الإيجابيات التي أنجحت يعني الكثير من المناسبات أو الاقتصاديات أو الفضاءات السياحية عبر العالم. فاستراتيجيتنا اليوم يعني مبنية أولا أن وضعنا وبنينا مخطط توجيهي وطني للسياحة والصناعة التقليدية. هذا المخطط التوجيهي الوطني يعني يأخذ باعتبار الإقلاع الحقيقي والقوي لقطاع السياحة كقطاع اقتصادي في البلد، وفي نفس الوقت يستشرف المستقبل في إطار برامج خماسية متتالية متكاملة ومتناغمة فيما بينها. ولذلك هذا المخطط التوجيهي الوطني لقطاع السياحة فأفاقه إلى 2030، لأنه يستنبط هذا يعني المخطط برنامجه من المخطط الوطني لتهيئة الإقليم في كل القطاعات الجزائر آفاق 2030. ولدينا في كل خماسية برنامج، ولدينا في كل سنة برنامج. إذن فعملنا من خلال استراتيجية قريبة المدى متوسطة المدى وبعيدة المدى من خلال التخطيط، من خلال الاستشراف، ومن خلال كذلك لنكون واقعيين حل حالة الإشكاليات والاهتمامات والانشغالات المطروحة آنيا. ضيف إلى كل هذا فقطاع السياحة في الجزائر قلت الاستراتيجية تاعه مبنية عن واقعية دور قطاع السياحة في خدمة الاقتصاد الوطني، وواقعية مدى تنافسية قطاع السياحة في الفضاء الإقليمي والدولي. كذلك قطاع استراتيجيتنا مبنية كذلك أساسا على العصر البشري أولا، إن على مستوى التأهيل أو التكوين أو التأطير، وكذلك مبنية على المرافق التي كذلك نرافقها برفع مستوى الخدمات
وبتأهيل المنتوج السياحي وكذلك بالمقاربة يعني الموضوعية والمقاربة الاقتصادية ليعني إيجاد معادلة مرنة ما بين ما هو خدمات وما هو ما هي مردودية وما هو يعني ثمن أو تكلفة هذه الخدمات لدى الساكنة في الوطن ولدى يعني من يعني يأتي إلى الجزائر في إطار السياحة الخارجية. السلام مشاهدينا الكرام. طبعا أستاذ آدم, الشيء ربما الذي يلفت نظري أن رغم أن يعترف أن هناك تأخر في التركيز والاهتمام بالقطاع السياحي, ولكن حول هذا التأخر إلى أنها شيء إيجابي حيث تتعلم الجزائر من أخطاء أو سلبيات أو إيجابيات أيضا من تجربة الدول الأخرى والدول المجاورة. أنت ما هل هذه استراتيجية التي الجزائريين يريدون من الحكومة, هل هذه استراتيجية التي كان يقصدها أحد الضيوف الذين أتوا معنا للحديث عن السياحة في الجزائر؟ أظن أن ما يقوله الوزير هو عادي جدا وطبيعي جدا, لأنه الأخطاء التي ارتكبتها الجزائر معروفة أنها لم تبدي يعني اهتمام للسياحة من قبل, وأخطاء الدول المجاورة طبعا وإيجابياتها. هو يتكلم على استراتيجية لسنة 2030 بمعنى أنها طويلة المدى, ويتكلم على استراتيجية قصيرة المدى, كل سنة هناك برنامج, ويتكلم على استراتيجية متوسطة المدى, معنى هي يتكلم على كل 5 سنين. طبعا هذا من الموضوع جدا, هو وزير عنده يعني مع بضعة شهور في الحكومة يعني كوزير سياحة, وله الحق أن يأتي بمخطط جديد. وأنا حقيقة التمست الصدق فيما يقوله, وإني هذه بعض الصور من قبل الوزارة السياحة, صور حقيقية, صور عن الجزائر. كثير من الناس لا يعرفون أن الجزائر عندها مناظر عندها صحراء وعندها ترى كل ألوان في العالم, في الربيع, في الصيف, في الخريف, في الشتاء. ترون الجيب يذهب في وسط الصحراء ما بين الجبال, وترون مشاهديك هذا ذكرني أذن بالمملكة العربية السعودية وبعض صحرة دول الخليج, يعني تحسها يعني هذه مناظر فعلا تجدها في الجزائر, رغم من أن كثير من الناس لا يعلمون أن هذه المناظر أصلا موجودة. هذه سكيكدا, المدينة التي أخذت معي أصدقائي بريطانيين إليها, ذهبنا إلى سكيكدا وسترون عنابة بعد قليل, ترون البحر والخضرة والجبال, وترون مشاهدين الكرام يعني مناظر هائلة. شوف الجبال هنا مشاهدين الكرام كيف, وهذه عنابة مشاهدين الكرام, ترون الجبال عالية والبحر لا مثيل لها, بحر نظيف أيضا, يعني ما تحس أنها فيها تلوث أو فيها نوع من الوسخ كما ترون في كثير من في بلدان أخرى يعني لا نسميها. أستاذ آدم, إذن بالنسبة للاستراتيجية, كان في هناك في هذا المنبر انتقاد شديد ربما تجاه الحكومة الجزائرية أنها ليست لديها استراتيجية واضحة. هل التمست من كلام السيد عمار غول أن لديه استراتيجية واضحة تجاه القطاع السياحي؟ طبعا التمست الصدق كما قلت من قبل, لكن أتكلم عن الحكومات السابقة, أتكلم عن الجزائر فيما قبل. لم يكن هناك أي استراتيجية أو أي اهتمام لقطاع السياحة. الآن أصبحت السياحة يعني حل فرض يجب اتباعه الآن لتطوير الاقتصاد الوطني. هي قطاع مهم جدا كقطاع المحروقات, لنا كل الإمكانيات. كنت عملت زيارة لمدرسة العليا للفندقة, كنت عملت زيارة لبعض الأماكن, يعني وزارة السياحة سهلت لي يعني زيارة بعض المناطق, وهذا يعني كان مهم جدا للنظر إلى ما يتكلم عنه الوزير. أظن أن الاستراتيجية هي استراتيجية قصيرة المدى فيما
التمسته من الوزير الآن هي لن تستطيع أن تكون استراتيجية طويلة المدى الآن، لأنه يعني عنده 6 شهور يعني في الـ في الـ في الوزارة. طيب، هناك طبعا أنواع عديدة من السياحة. نعم. ما هي الأهداف وهل الجزائر مؤهلة إلى ذلك؟ نستمع إلى الجزء الثالث من الحوار اللي جرى ما بين السيد آدم العيناني والسيد الوزير عمار غول وزير السياحة الجزائري. أولا دعوني بعد أنني قدمت الاستراتيجية أن أقدم الأهداف ومؤهلات الجزائر السياحية. فالأهداف المرجوة والمنتظرة من قطاع السياحة هي كالتالي: اليوم قطاع السياحة في الجزائر يساهم بنسبة 2% من الناتج الداخلي الخام الوطن، وهدفنا في المدى المتوسط هو رفع هذه النسبة من 2% إلى 10%، وهذا الرقم يعتبر فعلا رقم سيكون له وزن إن على مستوى الآثار الاقتصادية والآثار الاجتماعية وحتى السياسية في الجزائر. ضيف إلى ذلك من أهدافنا كذلك هو أن قطاع السياحة المقرون بقطاع الصناعة التقليدية، نعمل في إطار هذه الأهداف إلى تثمين منتوج الصناعة التقليدية ليكون موردا حقيقيا محليا، يكون من صناع منصب الشغل محلي ومن صناع الثروة محليا، وكذلك من صناع الثروة خارج المحروقات في المستقبل القريب بإذن الله. إذن هذه من أهدافنا. كذلك من أهدافنا على أن نعزز بقطاع السياحة كذلك الموقع الجيو استراتيجي للجزائر من خلال سياحة في مستوى يعني الطلب، وسياحة كذلك في مستوى العرض، وسياحة كذلك في مستوى الاستقبال وفي مستوى زائرها بإذن الله. أستاذ آدم، ما رأيك في 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 هذه الأهداف؟ هل هي أهداف تستطيع الجزائر، هل الجزائر مؤهلة إلى تحقيق هذه الأهداف الرفيعة التي يتحدث عنها السيد عمار غول؟ قطعا، لكن لا نحلم كثيرا. هي مش أهداف تاع سنة أو سنتين، نتكلم على أهداف يعني من 5 سنوات فما فوق. هو تكلم على المدخول الوطني الآن من السياحة هو 2% من الناتج الوطني، ويتكلم على 10% إن شاء الله. وأنا أظن أنها 10% ليس في السنة، لكن أظن أنها نحو 5 سنوات. 10% يعني قطاع سياحي معتبر يعني. أيوة أيوة طبعا قطعا 10% هي ما نرجوه في بضعة سنوات. أتكلم هو على منتوج الصناعة التقليدية، وهذا هدف يعني منشود إن شاء الله. الصناعة التقليدية الجزائرية يعني متنوعة جدا، من الشمال إلى الجنوب من الشرق. قل كنت أقول أن تثمين المنتوج التقليدي وتطويره. فيما يخص الاستراتيجية أتكلم عليها وأتكلم على الأهداف، هي يعني بديهية. أظن أن التمست أن هناك إمكانية للوصول للأهداف المنشودة الآن. هو لا يتكلم على المحال، تكلم على أمور يعني رأيت أنها ممكنة جدا في ال5 سنوات القادمة. أنا أتذكر مرة جريت حوار مع سيد ماثيو أندرسون وهو يشتغل مع الهيئة الحكومية البريطانية لتعليم اللغة الإنجليزية في الجزائر. فهو عنده 4 ولا 5 سنوات يشتغل هو في الجزائر، فحينما سألته عن السياحة في الجزائر، هل تشجع أنت البريطانيين يزورون الجزائر ويأتون إليها؟ قال كلام ربما مثير للجدل، قال بأن على الجزائر أن لا تقلد تونس ولا المغرب، تبحث عن تذكرة رخيصة ويأتون فقط ليجلسون إلى الفنادق التي هي على الساحل أو على البحر من أجل 3 ولا 4 أيام ثم يرجعون إلى بلادهم، ولكن عليهم أن يبحثوا عن سواح، يبحثون عن ثقافة، يبحثون عن تاريخ، لأن هؤلاء ولو عددهم أقل يدفعون أموالا أكثر. هناك كلام كثير في الجزائر حول احتراض الجزائريين على بعض أنواع
السواح، وهم يقولون لا نريد من يأتي إلينا ولا يحترم ثقافتنا ولا يحترم تقاليدنا وإلى آخره. بسبب أن هذا الموضوع حساس عند كثير من الجزائريين وطرح هذا الموضوع كم من مرة حينما ناقشنا موضوع السياحة الجزائرية، هل هناك رؤية عند الوزير حول نوع السواح الذي تستهدفها الحكومة؟ خليني مشاهدين الكرام قبل ما ناخذ تعليق أستاذ آدم وأريكم الجزء الرابع من اللقاء الذي جرى ما بين أستاذ آدم العناني والسيد الوزير السيد عمار غول. ركزناها على ثلاث برامج متخصصة مجد. برنامج الأول هو السياحة التي نختص بها الساكنة أو السياحة الداخلي. اثنين، السياحة الموجهة إلى الجالية الجزائرية بالمهجر. ثلاثة، السياحة الموجهة إلى الأجانب. إذن عندنا في من خلال ثلاث برامج منفصلة لكن متكاملة فيما بينها، برنامج خاص بالساكنة أو بالسياحة الداخلية، وهذا اليوم كمرحلة أولى يحظى بأولوية الأولويات، ثم برنامج خاص بالسياحة نحو الجالية، ثم برنامج خاص نحو سياحة الأجانب. وفي هذا الإطار لا ننسى أن الجزائر بها مؤهلات وقدرات رائعة وهائلة، بها ساحل جزائري جذاب عذري جميل وفيه مؤهلات كبيرة جدا قل ناظرها. هذا الساحل الذي طوله يعني يقدر بحوالي 1700 كيلومتر، ضف إليه مناطق داخلية جبلية رائعة جدا خاصة في السياحة الإيكولوجية المعروفة اليوم عبر العالم، أو اندماج السياحة مع الفلاحة واندماج السياحة مع الفضاء الغابي. ضف إلى ذلك عندنا فضاء آخر أوسع بكثير هو فضاء الصحراء، وتعلمون جيدا أن الكنوز السياحية الموجودة في الجزائر قل نظيرها عبر العالم، لأن ليس فقط فضاء من جهة أنها فضاء طبيعي رائع بامتياز بجماله، من جهة أخرى أن بها مؤهلات جميلة جدا وكبيرة جدا وثمينة جدا من خلال المنتوج الصناعات التقليدية المحلية، بها كذلك تراث وتقاليد وعادات، فهي بالنسبة للزائر من يعني الأمور الهامة جدا في الاحتكاك بها أو في مشاهدتها أو في التعامل معها. ضف إلى ذلك لا ننسى أن الصحراء كذلك بها آثار نادرة عبر العالم تعود إلى قرون من السنين، وبيها كذلك مناطق نقدر احنا نسميها في الجزائر بعض المناطق ان هذه المناطق ليس على كوكب الارض وانما مناطق فضائيه باختلاط بعض التضاريس في عدم تجانسها الطبيعي، تعطي الوهله الاولى للناظر انك ليس فوق الارض وانما في كوكب اخر. كذلك يعني بالنسبه للصحراء لا ننسى ان بها اكثر من 300 نوع من التمور الموجودة بالجزائر من خلال واحات فسيحة جميلة كبيرة في بعض المناطق، في بعض مناطق من الصحراء، منطقة فقط من الصحراء تحتوي على 250,000 نخلة، بها العديد من يعني من الواحات والنخول والنخيل، وفي نفس الوقت بها يعني الكثير من كل ما هو خضروات أو فواكه، يعني السائح والزائر يتعجب كيف أنها موجودة في هذا المكان. في الصحراء كذلك هناك طرق لا مثيل لها، طرق خاصة في سقي الواحات بما يسمى طرق سقي الواحات بالفقارات، وهذا كذلك شيء نادر عبر العالم من خلال تقاليد وآثار قديمة جدا لكنها لا زالت لحد الآن صالحة وناجعة وفعالة. في الصحراء كذلك لا ننسى أحجار كريمة ثمينة جدا، وتم إحصاء لحد الآن حوالي 19 نوع من الأحجار الكريمة ذات الأنواع العالية، ولذلك كوزارة شرعنا من خلال التكوين أولا ببناء
يعني مدرسة على مستوى يعني الصحراء التي يعني تتكفل بالنقش على هذه الأحجار الكريمة الصحراوية التي لديها يعني خصوصيات ولديها يعني ثمن كبير في 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 إنتاجها وفي تسويقها وفي يعني كذلك يعني ملكيتها. ضف إلى ذلك فيما يخص الصحراء دائما، فنقدر نقول أن الصحراء الجزائرية في إطار السياحة أو سياحة الأجانب نحو الجزائر لا يمكن لأي بلد أن ينافس هذا الفضاء بكل هذا التراث، بكل هذا التاريخ، بكل هذه التقاليد، بكل هذه التضاريس، لأن فعلا فضاء جميل جدا. وهناك مناطق يعني في مناطق كل مسافة المسافات ترى حتى لون الرمال يتغير من أصفر إلى بني إلى أحمر إلى يعني عدة أنواع في نفس الطريق في 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 نفس المنطقة، يعني شيء جميل جدا. ولا ننسى كذلك أن في الصحراء عدة آثار من يعني التاريخ، منها التاريخ، منها الآثار الدينية إن على مستوى يعني الدين الإسلامي أو حتى أديان أخرى، وفيها كذلك آثار لمفكرين كبار لهم يعني أماكن ومواقع، وحتى يعني أنهم اليوم يعني بذاكرة شعوبهم وذاكرة يعني وجودهم سابقا يعني في المنطقة لهم بصماتهم، لأنهم يمثلون تاريخا عريقا جميل. وأخيرا كذلك هناك بالصحراء مناطق ترى من خلالها غروب الشمس أو يعني طلوع الشمس بطريقة فذة، بطريقة نادرة، بطريقة جميلة جدا جدا جدا. أستاذ آدم، والله يتحدث عن الجزائر وكأنها من أروع بلدان في العالم، هل هو محق في هذا؟ صدق الوزير في هذا، هذا لا فيه لا سياسة ولا اقتصاد ولا معادلة رياضية ولا حتى شيء ولا حسابات، هذا ما يوجد في الجزائر. صحراء ساحرة، بحر جميل جدا، جبال يعني تجدة والأوراس وجرجرة. وتكلم هو على أنواع السياح، أولا تكلم على السياح من الجزائر طبعا، وهذا يعني السياحة الداخلية، السياحة الداخلية وهذا الهدف الأول. تكلم عن السياحة الخارجية بما فيهم الجزائريين في الخارج وهذا الهدف الثاني، وتكلم على السياحة الخارجية بما فيهم الأجانب. ونرى أن الوزير أعطى اهتمام كبير للجزائريين في الداخل وفي الخارج، وتكلم على أنواع السياحة وهذا ما أجده يعني ممتاز جدا. تكلم على التنويع الديني والتاريخي في الصحراء وفي الـ وفي الـ وفي الجزائر، يعني تحس ان اتجاه ثقافي، يعني اتجاه يعني يتكلم على آثار ويتكلم على المناظر الجميلة الهائلة. كثير من الناس يتحدثون عن الساحل فقط، ولكن حينما ركز كثير الكلام السيد الوزير على الصحراء، على وآثار الصحراء وآثار تاريخية. شوف أستاذي الكريم، إذا تكلمنا على الصحراء الجزائرية فلا يوجد مثلها. لماذا؟ وهي موجودة على الشاشة حاليا. لماذا؟ هي صحراء ساحرة، لأن البحور موجود هناك في يعني تذهب إلى تركيا، تذهب إلى قبرص، تذهب إلى تونس، تذهب إلى المغرب، تذهب إلى أي مكان، فالبحر يبقى بحر. لكن الجزائر معروفة بصحرائها الساحرة، هذه يعني علامة من علامات الجزائر، علامة قوية. الأجانب مبهورين بالصحراء الجزائرية، يعني أنا لم أعرف أحد ذهب إلى الصحراء وعاد إلى بريطانيا ولم يقل أنها صحراء ساحرة. طيب بس أستاذ آدم، أنا أذكر أحد من أصدقاء البريطانيين الذين جاء معي إلى الجزائر، نحن ماشيين في وسط الجبال في أحد الطرق التي تأتي تذهب في وسط الجبال، وهو يرى الألوان الجميلة على يمينه وعلى شماله، وترى مشاهدين الكرام الصور على الشاشة حاليا، أقسم لكم بالله أن هذه الجزائر. وقال هذا صديق، قال Is this seriously Algeria؟ وكتبت أختي عندها مقالة كتبت على الجزائر تدعو الناس إلى الذهاب إلى الجزائر، قال كيف إلى حد الآن لم أكن أستوعب أن الجزائر ما بين تونس وبين المغرب، من أكبر بلدان من ناحية الزوار، من ناحية السواح، كيف لم أستوعب أن الجزائر في وسطهم، الجزائر في وسط ما بين المغرب وما بين تونس.
كيف لم تأتي في خيالي أبدا أن الجزائر تكون جميلة مثلهم أو أجمل؟ لماذا ترى بأن هذا نقدر نسميه جهل أو هذا الغفلة تجاه الجزائر موجودة؟ هي طبعا فعلا غفلة موجودة، لأن العالم لا يعرف عن الجزائر شيء. الجزائر كانت في موقف حرج في التسعينات، وفي بداية سنة 2000 إلى غاية الآن لم يكن هناك أي تسويق على الجزائر، ولم يكن هناك أي اهتمام بالسياحة، لكن هناك سياح ذهبوا بمحض إرادتهم إلى الجزائر ورأوا ما تكلمتم عنها الآن. أنا كنت قرأت المقال للسيدة للأخت، وهذا مقال يعني عمل مقال مدوي في بريطانيا، كان مشهور جدا يعني عنده بعض يعني أتذكر هناك 3 أشهر 4 أشهر، جميل جدا. هو البريطانيين يعني كانوا يكلموني ويقولوا هذه الجزائر فعلا، فكنت نقول نعم الجزائر هكذا يعني، إيش تعمل هنا في بريطانيا؟ ولكن هذا حالنا الآن. أنا أتكلم عن جزائر جميلة جدا. أنا طبعا إذا أردتم أن تقولوا أنا أسوق بلادي، فنعم أنا أسوقها بقوة لأنها جميلة جدا. حاجة ضحك، أنا أتذكر لما أختي كانت معي لما رحنا الجزائر، فطبعا كثير من جيلنا، أنا أقول من جيلنا، متعلقين بالتليفونات وبالموبايل وبالإنترنت وبالواتساب وسناب شات وإنستغرام وهذه الأشياء. فلما ذهبنا إلى قلمة، ذهبنا إلى منطقة الإنترنت ضعيف جدا، ولا يمكن أن تحصل على الإنترنت إلا إذا دخلت في الريسبشن هناك. فهي بتكتب أختي وتقول بأن رغم من أن لا توجد هناك إنترنت، ولكن حينما تنظر إلى المناظر التي حواليك، عندك من وراك الجبال ومن قدامك عندك الألوان الهائلة في وقت خاصة في الربيع، تنسى الانترنت اصلا، تنسى وهذا ربما كثير من الناس لا يستوعبون هذا، ولكن حينما تستطيع ان تجعل ابنك يترك التليفون ويترك الهاتف ويترك الواتساب والفيسبوك، فهذه علامه على يعني جمال الجزائر. ولكن خلينا نتطرق، لان استاذ ادم طبعا قطاع السياحه يحتاج الى استثمار، استثمار من الحكومة، استثمار من القطاع الخاص، استثمار من أجانب أيضا. يعني كثير من الناس يشيرون إلى أن البيروقراطية هي عبء على كل مستثمر يريد أن يستثمر في الجزائر بالذات. يعني ماذا تغير في هذا المجال؟ قبل ما أخذ رأيك، خلينا، لأن السيد الوزير أشار إلى هذه النقطة في اللقاء الذي أنت أجريته مع سيد الوزير، نستمع مشاهدينا الكرام إلى جزء الخامس من الحوار ما بين السيد آدم العيناني وسيد الوزير عمار غول. هو الحمد لله في مجال قطاع السياحة والصناعة التقليدية اليوم الاستثمار راه أولا عليه إقبال كبير جدا، وهذا الإقبال له دلالة على أن الحمد لله الإجراءات بسيطة جدا، ومرافقة المستثمر مرافقة موجودة في الميدان وعلى كل مستويات. اليوم في الميدان لدينا أكثر من 1000 مشروع سياحي من منتجعات وقرى سياحية في شمال الوطن، في الهضاب العليا وفي الصحراء، في كل الأماكن لدينا مشاريع هامة جدا. 1000 مشروع راح تضيفنا للحظيرة العرض الموجود ما لا يقل عن 120 ألف سرير جديد، راح توفر ما بين 50 ألف و 60 ألف منصب شغل جديد، ورايح بطبع الحال تقدمنا خدمات كبيرة جدا، منها نرفع مستوى الخدمات ونقلل من ثمان يعني تكاليف الخدمات. وفي هذا الإطار وبالمقاربة، كان في السابق أن مشروع الاستثمار يأخذ أشهر، بل أحيانا سنة، بل أحيانا أكثر. اليوم اعتماد مشروع الاستثمار لا يفوق 7 أيام. كل أسبوع لجنة وطنية تأخذ يعني الملف وتعطيه الإجابة في 7 أيام فقط. كذلك استقبال الملفات
معالجة الملفات، الرد على الملفات الآن راه يتم من خلال بطبعة الحال يعني الوسائط الإلكترونية، يعني عصرنة التعامل مع يعني الاستثمار. ضف إلى ذلك كان في السابق ملف الاستثمار يتطلب 7 ملفات هامة جدا، اليوم لا يتطلب إلا وثيقة واحدة فقط إدارية في ملف الاستثمار. ضف إلى ذلك اليوم نرافق المستثمر في التسهيلات السريعة للحصول على العقار فور يعني فور الاعتماد المشروع، وكذلك نرافقه من خلال كذلك التغطية المالية مع البنوك. وفي هذا الإطار فالمستثمر اليوم يعني يأتي برأس المال يقدر ب30% و70% تغطيها البنوك وبتحفيزات كذلك وتسهيلات كبيرة جدا. ولتحفيز الاستثمار حتى بعض المناطق الجميلة جدا والثمينة جدا سياحيا لكن هي بعيدة كبعض المناطق من الهضاب العليا والصحراوية، وضعنا بها ترتيبات وامتيازات خاصة جذابة ومسهلة أكثر، إن على مستوى الرسوم أو على مستوى القروض أو على مستوى يعني فترة تسديد القروض إلى آخره. ضف إلى كل هذا أضفنا خلال قانون المالية لهذه السنة ترتيب آخر وهو قروض سميناها القروض على الهوامش، يعني لدينا بمسمى القرض العادي ولدينا اليوم قروض على الهوامش، يعني لأن كان بعض الناس كما تعلمون لا يريدون التعامل مع القروض العادية لعدة اعتبارات، فاليوم بالقروض على الهامش يسهل عليهم أنهم يأخذوا قروضا ويمولوا مشاريعهم بصفة كبيرة جدا. فقط لما تكلمت عن 1000 مشروع، 1000 مشروع هذا اللي راه في التجسيد سيتم إنجازه من الآفاق 2017، لكن باش نصل في إطار استراتيجيتنا وهدفنا وسياستنا إلى الأهداف الكبيرة التي سطرناها، نحن أعددنا الوصول في المدى المتوسط إلى إنجاز ما مقداره 500,000 سرير، و500,000 سرير هذه سيتم يعني تجسيدها من خلال 2500 مشروع جديد سوف يبدأ الانطلاق فيها من خلال سنة 2016، إضافة على 1000 مشروع التي هي في طريق الإنجاز، حتى نصل في النهاية قلت إلى 500,000 سرير وإلى إعداد وتوفير في المدى المتوسط في قطاع السياحة، إضافة على الشيء اللي موجود ما مقداره 250,000 منصب شغل جديد. طبعا هذه بالنسبة للجزائر، الجزائر في الداخل. خليني أسمعكم مشاهدينا الكرام الجزء السابع حيث يتحدث السيد الوزير على الاستثمار الذي يأتي من الخارج، يعني من الدول العربية والدول الأخرى. أخليكم مع الجزء السابع مشاهدينا الكرام. كذلك لا ننسى في مجال الاستثمار أن استثمار الجزائري مفتوح للمستثمرين الجزائري الوطنيين، ومفتوح كذلك في إطار يعني الشراكة مع يعني الخارج أو في إطار يعني الاستثمار المباشر من الخارج نحو الجزائر. وفي هذا الإطار فنحن نرحب بالجميع وخاصة أشقائنا وإخوتنا في الدول العربية، واللي عندهم إمكانيات فمرحبا بهم للاستثمار في قطاع السياحة في الجزائر، سيجدوننا سندا قويا، ونمد في هذا الإطار كل التسهيلات اللازمة. ولدينا مستثمرين يعني عرب اليوم من إخواننا من دول الخليج ودول المغرب العربي، اليوم لديهم مشاريع راهي في طور الإنجاز في الجزائر، ويعني نحن مستعدون للتعامل أكثر وللانفتاح أكثر وللتعاون أكثر في هذا المجال. أستاذ آدم، طبعا حينما تسمع كلام السيد الوزير تقول بأن أزاحوا البيروقراطية كلها من ناحية بالنسبة للقطاع السياحة، هل ممكن أن نصدق كلام السيد الوزير أن استثمار في الجزائر في القطاع السياحة
أصبح بهذه السهولة؟ هو بالفعل أصبح بهذه السهولة. هي تسهيلات إدارية قام بها الوزير لما تقلد وزارة السياحة، وتسهيلات للحصول على العقارات، وتسهيلات في البنوك، وتسهيلات في القرض والقروض على الهوامش. يعني تقديم 30% فقط من الرأس مال، والبنك يكمل لك 70%. إيه طبعا، لكن ترجع المال للبنك ما ننساش بعد ذلك. ولكن نرى أن الوزير تكلم بقوة وبفصاحة على الاستثمار في الجزائر، خاصة للعرب، وخاصة للإخوة الخليجيين، وخاصة للإخوة المغاربة من تونس والمغرب. هي بس هذه ملاحظة مهمة. نعم. أنه ذكر دول الخليج. نعم. ولم يذكر مثل يقول الاستثمار مثلا من فرنسا ولا من إسبانيا ولا من أوروبا، هو ذكره دول الخليج نفسهم يعني. نعم، هي على ما أظنه أن الهدف هو الإخوة الخليجيين، الإخوة المغاربة، وحتى الإخوة الأتراك، والأجانب ككوريا واليابان والصين. يعني الأوروبيين لو أرادوا ذلك، هم يعرفون الجزائر أحسن من أي جنس آخر. لكن الآن الجزائر بكل تنوعاتها في الأهداف تريد يعني أسواق أخرى، ونعرف أن الإخوة الخليجيين والعرب والمغاربة يعني يتفننون في قطع السياحة الآن، فلهم تجربة يعني. طبعا فيما يخص أتكلم على التسهيلات الإدارية، هو يقول أسبوع، أنا لم أرى ذلك، ولكن على ما التمسته من بعض الإخوة في الاستثمار، تكلمت على مع مستثمر من قسنطينة فتح يعني فندق جميل جدا، يعني قال أن التسهيلات يعني انبهر بالتسهيلات المقدمة هذه المرة، فليشاهد على الأقل. طبعا هو قال بأن كل أسبوع يوقع على مشروع جديد، يعني هناك لجنة وطنية مخصصة لتوقيع على هذه المشاريع. طبعا طبعا، هو يقول 7 أيام والتوقيع على أي مشروع مقدم، لكن مشروع بملف كامل وتام طبعا، ليس مشروع بملف يعني ناقص وكذا وكذا. هي تسهيلات إدارية معروفة، لأن نعرف أن الجزائر الآن يعني إعلى يعني في تقنيات المعلومات وكل هذا، هناك تطور ملحوظ جدا. طيب، سابقا تحدثت في برنامج، وانت حضرت معي في برنامج عن السياحة في الجزائر، تحدثت على عدم وجود الجزائر في معرض عالمي جرى هنا في بريطانيا، The World Travel Market، حول السياحة، وقد حضرتها وفود من مصر وتونس والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات، مع يعني دول أخرى مثل كيوبا ومثل حتى الولايات المتحدة نفسها شاركت فيها، كانت هناك ولايات مثل فلوريدا، كاليفورنيا وإلى آخره شاركت في هذا المعرض. هل لدى وزير السياحة أي تركيز في مشاركة الجزائر في هذه المعارض؟ خلينا نسمع كلام من السيد عمار غول الجزء السابع ثم نعود. فيما يخص حضور الجزائر يعني في الفضاءات الدولية، فالجزائر أولا فهي عضو في المنظمة العالمية للسياحة منذ تأسيس هذه المنظمة العالمية للسياحة، والجزائر اليوم تشارك في كل الفضاءات يعني الدولية اللي خاصة بقطاع السياحة، من أجل كذلك تدعيم ليس فقط السياحة في إطار البعد القطري، لكن حتى السياحة في إطار التكامل مع الأقطار الأخرى، ونحن مستعدون في إطار الشراكة البينية مع الدول الشقيقة والصديقة أن نتعاون ونتكامل في هذا الإطار كذلك. والله كما قلت آنفا أمن، هو يقول ويتكلم عن استهداف السوق العربي الخليجي والسوق التركي والسوق الأسيوي، ولم يتكلم كثيرا عن السوق الأوروبي. ربما هذه كانت من الأسباب التي لم تكن الجزائر موجودة في لندن، لكن أنا أعرف أن الجزائر كانت موجودة في الخليج وتقريبا كل البلدان العربية، لكن أنا أظن كإعلامي وأنه يجب على الجزائر يعني الوقوف
والتعريف بالجزائر في أي مكان في العالم. ربما كانت هذه المرة، أنا لا أعرف إن كانت الجزائر هنا العام السابق والأعوام السابقة، لكن هناك التماس، التمست أن وزارة السياحة يعني تريد سوق أكبر من ذلك، تريد سوق خليجية إسيوية تركية مغاربية. ربما لأن أوروبا في أزمة اقتصادية. خليني أسألك من ناحية أخرى بالنسبة لقطاع السياحة، هناك عتاب على البنية التحتية في الجزائر، وأن الوزارة لا تستطيع لوحدها أن تتطور القطاع السياحي من دون التحسين مثلا في النقل أو في حاجات أخرى، وهذه ليست تحت مسؤوليتها، يعني تطوير النقل ليس تحت مسؤولية وزارة السياحة. لذلك كيف تتصرف الوزارة، يعني ماذا عن علاقتها مع الوزارات الأخرى؟ خلينا نستمع رد السيد الوزير عمار غول في الجزء الثامن، خليكم معنا مشاهدين الكرام. نعم، هو الشيء المؤكد أن في قطاع السياحة معروف أنه يحتاج إلى عدة قطاعات، لكن في نفس الوقت هذا القطاع الذي يحتاج إلى عدة قطاعات ليتقوى ولينمو وليستمر في إطار التكامل مع تلك القطاعات، خاصة القطاعات التي بها خدمات يحتاجها قطاع السياحة، لكن في نفس الوقت قطاع السياحة لا ينسى فضل هذه القطاعات، فإنه كلما تحرك اقتصاديا وتنمويا بقوة كلما حرك هذه القطاعات والقطاعات الأخرى التي له بها علاقة بعيدة. وحسب المنظمة العالمية يعني للسياحة، فلما يتحرك قطاع السياحة، لما يتقوى قطاع السياحة، فهو يحرك معه ما لا يقل عن 50 قطاع أعدتها وسمتها المنظمة العالمية للسياحة. وعليه نحن في عملنا في قطاع السياحة اليوم نبني استراتيجيتنا، نبني أهدافنا، نبني برنامجنا من خلال كذلك التكامل مع القطاعات، وخاصة القطاعات التي عندها علاقة مباشرة بقطاع السياحة والصناعة التقليدية، وأذكر منها على سبيل المثال قطاع الثقافة، لأن لا يمكن أن نتكلم عن السياحة من غير ثقافة. فنحن لدينا برنامج نسميه السياحة الثقافية وبرنامج الثقافة السياحية، يعني في الاتجاهين. كذلك لما نتكلم يعني عن السياحة، السياحة كذلك عندها ربط متين يعني الجانب الديني، لأن هناك بمسمى السياحة الروحية، وهذا معمول بها في كل دول، وخاصة بما تسخر به الجزائر من مقامات حتى لصحابة أجلاء، يعني فيما هو موجود في بسكرة على سبيل المثال سيدي عقبة صحابي الجليل، في أضرحة يعني الكثير من الكبار يعني من العلماء وكذلك من الصحابة والفاتحين حتى العهد الإسلامي. ضف إلى ذلك في التاريخ القديم، تاريخ القديم الأمازيغي كذلك هناك آثار كبيرة في فضاء الديانات. كذلك لا ننسى أن هناك فضاء آخر كفضاء يعني الموجود ما بين عنابة وسقهراس، يعني بما يسمى سنتوغيستا، كذلك فيما يخص منطقة وهران وغيرها. ولدينا كذلك لا ننسى فضاءات يعني الزوايا، زوايا عريقة جدا، منها مثلا يعني الزاوية التجارية والتي اليوم يعني مريدوها يفوقون 300 مليون عبر العالم، وهي خاصة يعني تمثل يعني ثقل كبير خاصة بإفريقيا. فهذا كذلك لا يمكن كل هذا التراث الروحي أو الديني بتنوعه بثرائه بكل يعني هاته الأطياف، لا يمكن أن لا يكون التعامل السياحة مع هذا الفضاء تعاملا يعني غير في مستوى تثمين هذا يعني التراث الجميل والمتنوع والغني والثري. ضيف إلى ذلك لدينا علاقة وطيدة مع قطاع الصحة، وفي هذا الإطار لا ننسى أن اليوم وخاصة في الخدمات اللي راهي في مجال يعني السياحة واللي راهي مطلوبة في فضاء السياحة، أن كل فندق، كل منتجع، كل مخيم، كل يعني فضاء سياحي إلا اليوم وبيحيز
أو فضاء خاص بالجانب الصحي أو التطبيب أو يعني البعد يعني الصحي في الفضاء السياحي على كل مستويات. ضف إلى ذلك نفس الشيء يعني قطاع السياحة اليوم عنده علاقة مباشرة مع قطاع الرياضة، ولذلك أن كل هذه الفضاءات كذلك تحتاج إلى فضاء الرياضة. كذلك قطاع السياحة له فضاء يعني تسويق المنتوج السياحي الوطني محلي أو ولائي أو وطني، إن على مستوى يعني كل ما هو صناعات تقليدية أو كل هو منتوج سياحي، لذلك كذلك لازم له فضاء للتسويق وللعرض وكذلك للمبيعات. إذن فكل هذه القطاعات عندها علاقة مباشرة وتتفاعل في الاتجاهين مع قطاع السياحة والصناعة التقليدية، ناهيك عن قطاع النقل، نقل البري والنقل البحري والنقل الجوي وكل خدمات النقل، وناهيك كذلك عن قطاع المالية اللي من خلاله يعني فيه كل التعاملات يعني المصرفية والتعاملات مع هذا المجال اللي يحتاجه قطاع السياحة، إن على مستوى الاستثمار أو على مستوى يعني كذلك التبادلات. ضف إلى كل هذا فجل هذه الخدمات ترافقها كذلك المرافق الأخرى، المطار عنده دور، الميناء عنده دور، المعبر يعني الطرقي أو الحدود عنده دور، يعني كل هذه يعني كذلك الفضاءات عندها دور في قطاع السياحة. ولذلك نحن اليوم بنينا برنامج يعتمد على التنسيق ما بين هذه القطاعات، التكامل مع هذه القطاعات، وكذلك بطبيعة الحال يعني استثمار الإيجابية من الخدمات في هذه القطاعات لنبني قطاع متكامل مع يعني الوظيفة، وظيفة السياحة، حتى يعني نرقي هذه الوظيفة إلى خدمات قلت في المستوى يعني المطلوب، إن على مستوى العرض أو على مستوى الطلب. هناك وعي أستاذ آدم يبدو من كلام السيد الوزير أن يحتاج إلى هذه الوزارات الأخرى، ما رأيك أو ما تقييمك للتنسيق ما بين الوزارات حول القطاع السياحي؟ يعني التقييم لا نستطيع أن نقيم الآن، لأنه هو في الوزارة منذ 6 أشهر قلت، لكن هو يتكلم عن بموضوعية عن التنسيق، على التكامل، عن التعامل مع الوزارات الأخرى، وخاصة أيضا وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وأقول وزارة النقل، من المهم جدا لأنه الخطوط الجوية الجزائرية يجب أن تتعامل مع الحدث الآن، يعني في عدم رفع أسعار التذكرة في الصيف وفي الربيع وكذا وكذا، وتأخر بعض الطائرات، وتأخر الطائرات خاصة داخل الجزائر، خلي من الخارج لكن داخل الجزائر، خاصة الخطمة بين الجزائر العاصمة وتبسة. هنا نرى أن الوزير وحده لا يستطيع فعل شيء، لأن الوزارات الأخرى يجب أن تتعامل مع الأمر. نتكلم على وزارة الرياضة، هذا من البديهي جدا، الإخوة في البلاد العربية كلها سيرون العجب في الصحراء، لأنه كان هناك رالي جزائري في الصحراء يعني جميل جدا. كنت قد تكلمت مع رئيس ديوان وزارة الرياضة يعني تقديم حوار على ذلك، وسيكون إن شاء الله في الأشهر القادمة. نتكلم على وزارة المالية، لا خاصة لأن الرياضة مهمة، لأن المنتخب الجزائري لكرة القدم أصبح يعني متفوق في هذه الأيامات، يعني في كأس العالم واجه ألمانيا وكاد أن يفوز على ألمانيا، وألمانيا فازت في كأس العالم، وأصبح يعني هناك لاعبين مثل ياسين إبراهيمي يعني يربحوا يعني بطل أفريقيا، يعني أحسن لاعب في أفريقيا، وعندك رياض محرز اليوم يلعب مع ليستر سيتي، أصبح من نجوم البريمير ليج يعني البطولة البريطانية، يعني حتى يعني كشخصيات رياضية الجزائريين أصبحوا يتفوقوا فيها. وهذا للتذكير هو تسويق جزائري محض للتعريف بالجزائر، لأنه هنا في بريطانيا لما يروا رياض محرز يعني من هو رياض محرز؟ رياض محرز جزائري، الجميع في بريطانيا يذهب إلى جوجل لتعرف على الجزائر، كيف حال الجزائريين وكذا وكذا. فالتسويق
لوزارة السياحة هو وزارة الرياضة، يعني شيء مهم جدا. نتكلم على وزارة الثقافة وهي يعني وزارة مهمة جدا، كان يتكلم على الثقافة الدينية والروحية، يتكلم على أمور يعني التاريخ الروماني في الجزائر والتاريخ ما قبل الرومان أيضا، تكلم على قضية وزارة المالية والتمويل، التمويل الجزائري يعني للمستثمرين الجدد في الجزائر. يعني هناك تنسيق، يجب أن يكون تنسيق، وإذا لم يكن تنسيق فوزارة السياحة لا تستطيع فعل شيء. طيب خليني إلى موضوع ربما أخطر شوية، الأمن والاستقرار، لأن الجزائر معروفة بالحرب الأهلية، بعض عمليات إرهابية جرت داخل الجزائر، يعني أقصد يعني الأحداث التي تظهر في الشاشات يعني التلفزيونية، يعني حينما تدخل الجزائر في الأخبار تدخل يا إما في قضية نفط أو بترول أو قضية عدم استاب الأمن. ماذا عن الوضع الأمني اليوم؟ خلينا نستمع مشاهدين الكرام إلى رد سيد الوزير إلى السؤال حول الأمن طرح من قبل أستاذ آدم حول هذا الموضوع، نستمع إلى جزء التاسع، خليكم معنا مشاهدين الكرام. والحمد لله يعني اليوم معروف، معلوم لدى كل دول كبرى ومعلوم لدى الجميع أن الجزائر اليوم بلد آمن ومستقر بامتياز، لا ينكر ذلك إلا جاحد. ولا ننسى أن الجزائر قدمت تضحيات جسام وقدمت فاتورة كبيرة جدا حتى تصل إلى هذا الهدوء وهذا هذه الطمأنينة وهذا الاستقرار وهذا الأمن. الجزائر بفضل مشروع الوئام المدني والسلم والمصالحة الوطنية استطاعت بعبقرية شعبها أولا، ثانيا بقوة مؤسساتها وعلى رأسهم مؤسسة الجيش الوطني الشعبي سلي الجيش التحرير ومختلف مصالح الأمن، وكذلك لا ننسى للتاريخ الحنكة والحكمة التي يحظى بها فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ونسميه أبو المصالحة الوطني، استطاع في وقت عصيب في وقت أوضاعنا كانت معقدة جدا والأزمة كانت عميقة جدا والمشاكل كانت متنوعة والأطراف متنافرة متنازعة، كل طرف يريد أن يبسط نفوذه ويفرض رؤيته، لكن استطاع، هذه للتاريخ، استطاع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فعلا فعلا بمعنى الكلمة أن يلم الشمل وأن يجلس الجميع حول طاولة نفس المشروع ومشروع المصالحة الوطنية، وهكذا تم خلاص الوطن من ما تعانيه اليوم الكثير من الأوطان في الوطن العربي أو حتى في الأوطان الأخرى، واستتب الأمن واستطاع كذلك بوتفليقة، هذه تبقى للتاريخ، أن بمتابعته شخصيا، أقول شخصيا، لتجسيد تدابير المصالحة الوطنية أن نصل فعلا إلى تضميد الجراح وأن نصل فعلا إلى أخذ الدروس اللازمة من الماضي القريب الذي أصابنا والذي هز أركاننا والذي فعلا كان داميا وجريحا ومؤلما، لكن الحمد لله لقد طوينا الصفحة نهائيا واليوم الحمد لله الجزائر آمنة ومستقرة بامتياز، هذا بكل وضوح. فقط أقول هذا مكسب ثمين، مكسب الأمن والاستقرار في عالم اليوم مكسب ثمين لا يدركه فعلا إلا من ذاق مرارة لا أمن ولا استقرار،
مكسب كبير. وإذا كان نعدد المكتسبات في أي بلد لازمنا أول مكتسب يفرح به أي بلد هو مكتسب الأمن والاستقرار. إذا عددنا في الأولويات بالأمن والاستقرار تستطيع أن تبني، من غير أمن واستقرار لا يبنى شيء ولا يثمر شيء ولا تنتج شيء. ولذلك في نفس الوقت هذا المكسب كذلك الكبير والثمين ليس مكسبا مستداما إذا لم نحرص على صيانته وتدعيمه وتقويته. ولذلك كل الشعب الجزائري، كل مؤسسة الدولة اليوم على عاتقهم مسؤولية المحافظة على أمن واستقرار الجزائر وعلى صيانة هذا الأمن والاستقرار، لأن به نزداد طموحا وبغيره سيكون لا قدر الله الانكسار والاندثار. الصراحة أستاذ آدم، حينما تقارن الجزائر مع الدول التي حواليها ليبيا وتونس نوعا ما خاصة بعد الثورة وإلى حد الآن هناك بعض مشاكل أمنية، مصر، العراق، سوريا والدول الأخرى، اليمن أيضا، الجزائر تشهد نوع من الأمن لا مثيل لها الآن إلا مثلا في المغرب، ممكن في العالم العربي، أليس كذلك؟ والله هذا ما قلناه في الحلقات السابقة على المستوى الأمني في الجزائر، والحمد لله البلاد آمنة. والتحية خالصة للجيش الوطني الشعبي الجزائري وإلى وزارة الداخلية، يعني هناك عمل جبار جدا في الحدود الجزائرية من ليبيا إلى مالي إلى كل الحدود وحتى في البحر. يعني الأمن في الجزائر والحمد لله يحسد عليه. إذا كما قلتم ليبيا، المالي، مشاكل كثيرة، وحتى في سوريا وحتى في البلدان الأخرى وهي على حدود، ولكن من رغم من ذلك لم نسمع يعني في الجزائر أي شيء مثل ما يحصل في هذه البلدان. والله كما قال الوزير هي يعني عمل جبار، عمل وتخطيط منذ تقريبا أكثر من 20 سنة الآن في محاولة يعني في محاولة لأمن جزائري لمرحلة طويلة إن شاء الله، ومرحلة طويلة وطويلة جدا. هي الجزائر الآن تمتاز بالأمن، تمتاز بالأمن، أقولها وأعيدها، تمتاز بالأمن مقارنة مع ليبيا، مقارنة مع بلدان كثيرة. ولذلك هذا نقطة محورية ونقطة مهمة جدا للسياحة، لسياحة الأجانب من كل مكان. هناك عمل جبار من الدرك الوطني، عمل جبار من الداخلية، وزارة الداخلية، عمل جبار من الجيش. فأقول أن قضية الأمن هي قضية مهمة في 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 المغرب العربي والمشرق العربي طبعا، لكن المعروف على الجزائر الآن يعني هي آمنة على فرنسا وآمنة تقريبا على بلدان أوروبية. فأقولها وأنا يعني واثق من نفسي والحمد لله. طبعا هناك في لندن أستاذ آدم تجد إعلانات على الباصات وفي الأندرغراوند يعني في القطارات في المترو عن السياحة في تونس ومصر ودبي وأبو ظبي، يعني حتى مدن، يعني خليك من دول، يعني حتى مدن تجدها، ولكن لم أجد أبدا هنا في لندن إعلان عن السياحة في الجزائر. من ناحية التسويق أو الإشهار الإعلامي، كيف تنظر أنت وكيف ينظر السيد الوزير إلى هذا الموضوع؟ خلنا نستمع إلى الجزء العاشر، الجزء الأخير من اللقاء بين أستاذ آدم وبين السيد الوزير. خلينا نستمع السيد الوزير حول الخطة لتشهير الإعلامي. وفعلا بالنسبة لنا احنا اليوم قطاع السياحة قطاع ناشئ وقطاع عذري وقطاع يحتاج المزيد من الترويج ومن الإشهار ومن التعريف. ولذلك احنا نرحب بكل يعني الفضاءات التي من خلالها نستطيع أن نتكامل معها، أن نتعاون معها، أن يعني نعمل معها من أجل فعلا أن نسوق لصورة الجزائر الحقيقية
من خلال هذه الفضاءات، لأن فعلا الجزائر بها قدرات مؤهلات، بلد كبير جدا بموارده البشرية وموارده الباطنية وموارده الجغرافية، ويحتاج فعلا إلى يعني إعطائه القيمة التي تصفه كما هو على الأقل، ثم بعد ذلك تثمين كل هذه المؤهلات وهذه القدرات، ما يخدم الجزائر وما يخدم المتعاملين معنا بكل إيجابية وبكل أريحية وبكل كذلك يعني فضل جميل، ولا تنسوا الفضل بينكم. مشاهدينا الكرام، هذا كان لقاء ما بين أستاذ آدم العناني وهو ضيفي اليوم في هذا الاستوديو، والسيد الوزير أستاذ عمار غول وهو وزير السياحة الجزائري. مشاهدينا الكرام، أعتقد أن اليوم تطرقنا إلى عدة نقاط، نقاط ربما يشيرون إليها كثير من الذين ينتقدون الجزائر، وربما بعد هذا البرنامج أعتقد السيد الوزير أجاب على كثير من الانتقادات التي توجه تجاه الجزائر من ناحية السياحة. أيضا مشاهدين الكرام، الصراحة كلكم بصراحة، وليس لأن أمي جزائرية وليس لأنني زرت الجزائر، ولكن شهادة البريطانيين الذين أخذتهم معي إلى الجزائر وأخذتهم إلى قالما وإلى عنابة وسكيد، وهناك من الجزائريين من يقول لماذا أخذتم إلى قالما وعنابة وسكيد ولدينا وهران ولدينا تيزي وزو ولدينا ورقلة والصحراء وتمراست ومدن أخرى، لو أخذتم إلى هذه الأماكن لكانت أفضل. فأقول لهم إذا أخذتم إلى قالما وهم فاجأوا بما بالجزائر برؤية قالما وعنابة، فما بالك على الذين يزورون جيجل وبجاية والشفة ومناطق أخرى في الجزائر. أقول لكم مشاهدين الكرام بكل صراحة، زوروا الجزائر، لأن أعتقد وأنا ولله الحمد زرت كثير من الدول العربية، لا أعتقد ستجدون أجمل منها صراحة. وهذه الصور موجودة أمامكم مشاهدين الكرام، وكل هذه الصور أقسم لكم بالله أنها موجودة حقيقية في الجزائر، وليس لا فوتوشوب ولا هم ولا افتر افكتس ولا حاجه، هذه صور اصليه حقيقيه. اقول استاذ سامي، اشكر معالي الوزير على الاستقبال الحار للفريق التقني ولي طبعا، وأقول أيضا أتكلم على الإعلام المتخصص، كان السؤال الأخير الذي سألناه على إعلام متخصص بالسياحة، وقد وعدنا بإعلام متطور متخصص في كل البلدان العربية والأوروبية للتعريف بالجزائر، وكنا قد ووعدنا الوزير إن شاء الله بحلقات قادمة إن شاء الله على الجزائر، أظن أنها ستكون 7 حلقات مع شخصيات مشهورة جدا من وهذا للتعريف بالجزائر، يعني من كل منطقة، منطقة القبائلية والمنطقة الصحراوية والمنطقة الجزائرية، يعني الجزائر العاصمة والوهرانية وطبعا الشرق الجزائري. نعم. أستاذ آدم العناني، أشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا في هذه الحلقة، وأشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، وأدعوكم مشاهدين الكرام إلى زيارة الجزائر، ولديكم معلومات من هذا البرنامج، وسمعتم كلام السيد الوزير عمار غول عن أسباب زيارة الجزائر، لماذا لابد عليكم أن تزورون الجزائر. حاولوا مشاهدين الكرام إذا استطعتم أن تزورونها، وإن شاء الله ألقاكم بإذن الله في حلقة القادمة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.